خبر آخر يتعلق بالانتخابات، والحقيقة ده أثير من الأمس على عهدة وكالة الأناضول، حيث خرجت تصريحات بأن هناك مجموعة من الشروط، ودي التصريحات على لسان يوسف ندى مفوض الشؤون الخارجية للإخوان سابقا، أن في مجموعة من الشروط أعلنتها الجماعة للفريق عنان كي تدعمه الجماعة. مدى دقة طبعا هذه المعلومات الحقيقة غير واضحة حتى هذه اللحظة، لكن هنحاول أن احنا نستبين بقى يعني إن كانت بالفعل وصلت لحملة الفريق عنان هذه المعلومات أو هذه الشروط، أم أنه موضوع بس يعني خيالي. طيب الأول معايا الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مساء الخير، قرأت الخبر بالأمس، يعني تقييمك، هل تعتقد أن ده كلام صحيح؟ يعني أنه فعلا في الشروط دي، يعني أنا مش عارفة ليه شك في مصداقيته، بس يعني ربما بالفعل وربما بعض المصادر او بعض في اثناء الانتخابات بعض الهيئات والمؤسسات بتطرح بيانات بتحرق في بعض المرشحين او ربما تدعمها. انا حسيت ان ده يعني فخ، يعني لان ما في، يعني هو كده حرق مبكر يعني. بالظبط، احيانا ده ربما يكون هذا هو المقصود، لكن الطرف الاخر عليه ان يرد، ويرد بما هو يراه قوته في الشارع شكلها ايه. هل هو بيحتاج بالفعل هذه القوه او تصويت الناخبين المؤيدين ليها، ام ان الشارع وصل لدرجه من الراي العام او التوافق العام ان هذه القوه غير محببه او غير مفضله، فعليه ان يحدد موقفه بناء على ذلك.